مشاهدينا أهلا بكم. تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين إحساسه بهزة أرضية كبيرة، والجميع أكد الشعور بها. فيا ترى هل حدث زلزال فعلا ولا لا؟ وكمان ممكن يتكرر تاني ولا لا؟ ويا ترى إيه هي أسبابه؟ كل ده هنعرفه خلال تغطيتنا، تابعونا. ضربت هزة أرضية عنيفة زلزال في حوالي الساعة 1:25 في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بمدينة القاهرة وضواحيها، والتي تأثرت بزلزال ضرب مدينة هيركليون في جزيرة كريت اليونانية، وكان متوسط الشدة بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وذلك وفقا للمرصد الوطني في أثينا، وشعر به سكان عدد من الدول القريبة من مركز الزلازل بينها مصر. حيث ضرب الزلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وتحديدا في الساعة 1:25 صباحا بالتوقيت المحلي بالقاهرة، وكان على عمق ضحل إلى حد ما يبلغ 42.8 كيلومتر، ما دفع المعهد القومي للبحوث الفلكية للإعلان عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد الهزة الأرضية، وذلك على بعد 506 كيلومتر شمال مدينة مطروح، وذلك بتمام الساعة 1:25. وفي هذا الصدد قال الدكتور جادي القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن الزلزال كان بقوة 5.8 على مقياس ريختر، وذلك على عمق 85 كيلومتر، حيث شعر بعض المواطنين بهذه الهزة، مشيرا إلى أنه لم يصل للمعهد أي بلاغات بوقوع إصابات، لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت، وذلك نتيجة الهزة السطحية. وقدم الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بعض النصائح المهمة جدا للمواطنين، وذلك في حالة وقوع زلزال، مشددا على ضرورة عدم الهلع والتحكم في ضبط النفس، وكمان حماية الرأس حتى لا يسقط أي شيء عليها، حيث يؤدي ذلك لفقد الوعي من خلال الاحتماء تحت أي منضدة. وقال أيضا الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة إن زلزال قوي صباح اليوم الاثنين ضرب جزيرة كريت شمال البحر المتوسط، لأن مناطق جزيرة كريت وقبرص واليونان أيضا تقع على الخط الفاصل بين القشرة الأرضية التي تحمل قارة أفريقيا والقشرة الأرضية التي تحمل أوروبا وآسيا، مشيرا إلى أن هذا الخط الفاصل يشكل منطقة زلازل. وعن إمكانية أن يتكرر الزلزال أشار الدكتور شراقي إلى أن الزلازل تحدث يوميا في هذه المنطقة، ومن الممكن أن يكون هناك توابع التي تكون بشدة مختلفة، موضحا أن الزلازل المعتادة في هذه المنطقة تكون من 3 إلى 4 درجات، أما الزلازل التي تكون من 5 درجات فيما أعلى لا تحدث إلا مرة كل شهر أو شهرين تقريبا، ولكنها معتادة في مناطق المحيط الهادي، وكذلك اليابان وأندونيسيا وباكستان وأستراليا ونيوزيلندا، وذلك لأن المحيط الهادي كله نطاقات زلازل، أما البحر المتوسط تحدث الزلازل يوميا ولكن لا تتعدى 6 درجات إلا في حالات قليلة جدا. نتمنى لحضراتكم جميعا السلامة واتباع التعليمات اللازمة أثناء حدوث الزلازل ومثل تلك الهزات الأرضية. شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.